كشف رعد أزويل خال الطفلة شوق سليمان التي تعرضت للاختطاف داخل أحد أسواق الرياض أنهم طالبوا خلال التحقيقات بمقابلة الخاطفة العشرينية لمعرفة سبب خطفها لابنتهم. وتحدث أزويل عن تفاصيل الواقعة قائلا: ذهبت الطفلة المدللة لوالدها بحكم أنها الابنة الوحيدة له من بين 4 أولاد مع والدها من دون والدتها إلى أحد المراكز التجارية. وفي تمام الساعة 10 مساء أول من أمس، وبينما الأب كان منشغلا بشراء أغراضه، اختفت الطفلة منه، فلاحظ والدها غياب طفلته خلال فترة 5 دقائق، ولم يخطر بباله أن طفلته اختطفت. ويقول مستدركا: في فجر أول أمس تلقيت اتصالا من عضو بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يسأل عن الطفلة المفقودة، هل كانت تضع في رأسها حمى؟ قال: وعند جوابي له بأنه صحيح، قال: جاءت وامرأة معها في النقل الجماعي في حي العزيزية وأنه اشتبه بهما. وبفضل من الله عز وجل ثم بفضل هذا الشاب حسن غزواني ويقظته ما كنا لنتعرف على مكان البنت. إذن كانت هذه تفاصيل في الواقعة التي شغلت الرأي العام السعودي خلال الأيام الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي. صحيح محمد، عدد من التغريدات تحدثت عن هذه الواقعة، كانت يعني تعبر عن مشاعرها وفرحها بالحصول عليها وتواجد مكانها كذلك. عثمان التميمي يقول: له كل الشكر والعرفان على موقفه النبيل، ولا ننسى أنه أحد أفراد الحسبة، والذي نسأل الله أن يعيد لها كامل صلاحياتها وأثرها الملموس في مجتمعنا. التغريدة الثانية كانت حاضرة من أبو محمد اللي كان يثني على هذا الصنيع قائلا: بيض الله وجهك، هذا المواطن المتفاعل الحقيقي، الله يكثر من أمثالك ويحفظ وطننا من كل سوء، اللهم آمين. اللهم آمين. تغريدة أخرى كذلك لا زالت تدعو وتثني عليه: الله يجزاه خير على اهتمامه وحفظ الله له وحفظ الله له أولاده. إذن هي جهود دائما ملموسة من رجال الحسبة حفظهم الله. صحيح. عبد الحكيم. كذلك للحديث أكثر مشاهدينا عن هذه الواقعة، ينضم إلينا على الهاتف المواطن الشهم البطل منقذ الطفلة شوق حسن. شوق حسن الغزواني هو اللي معنا على الاتصال. حياك الله أخوي حسن. حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا خليني أبدأ معك أول شيء بالشكر الجزيل، وجميع من كانوا في مواقع التواصل كانوا يثرون على عملك وكذلك على نباهتك في اكتشاف الخاطفة. خليني أبدأ معك، خبرنا عن باختصار كيف تعرفت أو كيف استطعت أنك تتعرف على الخاطفة وعلى البنت بالذات. أول حاجة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يعني أنا أقول أن هذا يعني من الله سبحانه وتعالى اللي دلنا على الشيء هذا. وغير كذا أني أساسا الصباح يعني كنت في انتظار الرحلة للأهل، فتفاجأت بامرأة تحاول أنها تقص تذكرة وتمكنت من قص تذكرة، ولكن لم تتمكن من قص تذكرة للطفلة. فدخلت في حوار مع الموظف، فأنا انتبهت يعني لطريقة كلامها معه وكذا. عرفت أن في مشكلة يعني. أيوة. فانصرفت هي، فجيت سألت الموظف قلت له إيش عنده، قال هي تحاول أنها تقص تذكرة ولكن ما تمكنت للطفلة، وتقول ان الطفله ما بدون لا اله الا الله بدون اثباتات. هذا ما دخل الشك زياده في نفسي اني يعني اشوف ايش موضوع الطفله. حاولت اطلع الحرمه وما قدرت. فاللي حصل فجلست هي المراه زاويه لوحدها، وبعد قليل يعني كذا يمكن بنص ساعه وكذا طلعت من النقل، وكنت انا اتبعها ولكن طريقة من بعيد يعني. وخرجت خرجت من النقل الجماعي وجهة الشارع، لا جهة التكاسي أو طلعت جهة التكاسي، وكانت على اتصال مع شخص فوقف في بداية الشارع، وكان يستقل جيب لكسس وركبت معه.
يعني كان في تواصل مع طرف آخر خارجي؟ إيه تواصل مع طرف خارجي. طيب إيش التصرف اللي تصرفته الآن في هذا الموقف؟ تصرف طبيعي، أنا قلت يمكن أمها على خلاف أو حاجة أو حصل وكذا، ف يعني أي شخص يحصل له هذا، ومسيت الموضوع حتى العصر. فبعد العصر على بال ما فعلت النت في جوالي إلا الرسائل تجيني إنه في طفلة مخطوفة، في طفلة مخطوفة وكذا. فعلى طول أنا بادر تعرفت على الصورة واتصلت على الأرقام الموجودة، فتجاوبوا معي من أنت كذا، قلت لهم أنا شفت الطفلة الصباح موجودة في النقل الجماعي. قال لي متأكدة؟ قلت له نعم الطفلة على رأسها حنة وكذا. قال لي تأكد، ارجع للفيديو وكلمنا مرة ثانية. فرجعت للفيديو وتحققت منه، قلت له نعم هذه هي. فتواصلوا معي الجزائرية، قلت لهم النقل الجماعي، وبعدها أقفل جوالي عشان البطارية. فتوجهت للنقل الجماعي وحصلتهم موجودين الأجهزة الأمنية وكذا، فعدنا الكاميرات وتحقق الأب من الطفلة، وتحققت أنا فعلا من الطفلة، وعادوا الكاميرات، مما كان في يعني خيط رئيسي أو محور رئيسي يعني القبض على الجانب. تمام. يعني حسن نستفيد بأن فعلا أن استخدام التقنية في شيء ينفع الجهات الأمنية، ينفع كذلك في إيجاد المفقودين. يعني في هذا الموقف كان يعني حاضر هذا الموقف، حاضر هذه الميزة الجيدة للتقنية. نعم أنا أنصح بالشيء هذا، والتحقق من أي شخص ما يحمل هوية أو إثبات أو شيء يجب أن يتحققوا منه أو التحفظ عليه. تمام. إذا تم في الشك أو عادة من سواء الأمن الصناعي أو يعني إيه، يجب يعني تكون عندهم يقظة حاضرة أكثر من غيرهم. طيب شكرا لك حسن غزواني، وأنت عضو هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.